طلبة سعدائنا مش اكتر عشان نرجع لهم حقهم وان شاء الله ربنا ربنا ويكونوا معانا. اخر كلمات علاء ليك كانت ايه؟ هو على عمره ما خاف الحمد لله. كان بينزل كان عايز يشوف البلد دي في احسن حال. بس هو كان انا عارف مقدر الظروف بس انا عايز اعرف نزل امتى مجلس الوزراء وايه اللي حصل بالظبط. هو كان بينزل لما يلاقي الحاله بتتدهور. كان بينزل عشان يساعد الناس في المستشفى دايما على طول, مش عشان يخرج مع الناس اللي بيعذبوا الناس اللي بينبس في وسط البلطجيه. فما ينفعش يقول عليه بلطجي, عمره ما يكون في بلطجي بيلبس بلطه وسماعه ويشيل شاشه وينزل يعالج المصابين. تمام. هو كان بينزل من امتى؟ نزل من تحرير هو من اول ما انصاب 25 يناير هو بينزل دايما على طول. بينزل موجود في العيادات والمستشفيات مش اكتر, وبيطالب بحقوقه زي اي شاب مصري. هو الاخ والدتك والدك عايشين؟ ايوه. شكرا لك. ما تعرفناش انا كريم عبد الله.